شاطر يا عمر. يلا نروح لفاصل ونشوف كده مع بعض الموسيقى دي بدأت ازاي والآلات الموسيقية عبارة عن ايه. تعالوا نعرف كل المعلومات دي وهنرجع تاني. حبايبي يا كل أطفال الحياة، النهاردة أنا هتكلم معاكوا عن أكتر حاجة بحبها وأكيد كلنا بنحبها، الموسيقى. مين فينا يعني ما بيحبش الموسيقى وأنغامها الجميلة؟ أول حاجة عايزة أقولها لكم إن الموسيقى يا ولاد هي اللغة الوحيدة اللي كل شعوب العالم بتعرفها. لو حد عايز يتعلم موسيقى، أول حاجة خالص بيتعلمها هي السلم الموسيقي. طبعاً كلنا عارفين السلم الموسيقي، تعالوا كده نطلع السلم الموسيقي مع بعض. دو ري مي فا صولا سي دو، أو السلم الموسيقي ده كل العالم على اختلاف لغاته يعرف. أول الشعوب اللي كتبت النوتة الموسيقية كانوا هم أصحاب الحضارة السومرية في بلاد العراق، وأول الشعوب اللي عرفت السلم الموسيقي هم قدماء المصريين. أما بقى بالنسبة لأول آلة موسيقية عارفها الإنسان، مكتوب في كتب التاريخ إن هي الفلوت، وهي موجودة من العصر الحجري لأنهم لقوها منحوتة من عظام دب الكهوف. وأول آلة وترية هي القيثارة السومرية، واللي اترسمت كتير جداً على جدران المعابد المصرية القديمة، وعرفناها هنا باسم الهارب، واللي طبعاً أبدع في العزف عليه المصريين. طب خلونا نعرف إيه هي أنواع الآلات الموسيقية. هي متقسمة لأربع أنواع رئيسية: الآلات الموسيقية الإيقاعية، والآلات الموسيقية الوترية، وآلات النفخ الهوائية، وآلات المفاتيح. طبعاً دلوقتي في أجهزة العزف الرقمية اللي بيعزفوا عليها كده بالكمبيوتر أو بالموبايل. طيب خلونا بقى ناخدهم حاجة حاجة. الآلات الإيقاعية، الدف والرق والمظهر اللي هو كبير شوية زي الرق كده، وطبعاً الطبلة اللي كلنا بنحبها واللي بنقول عليها في مصر كمان الدربوكة. وفي الآلات الوترية اللي هي فيها أوتار، أهمها وأشهرها العود طبعاً، والجيتار والكمانجا والفيولا والتشيلو والمندولين، وطبعاً ما ننساش القانون، والقانون ده فيه 78 وتر. في كمان آلات النفخ الهوائية زي الناي والأرغول، الاتنين مصنوعين من أنواع مختلفة من النباتات والأخشاب على فكرة، والترومبت، ودي آلة نحاسية مصنوعة من النحاس، والترومبون والكورنو والتوبة والساكسفون، كل دي آلات نفخ. في بقى آلات مفاتيح وأشهرها طبعا البيانو والأورج. الموسيقى يا حبايبي فن جميل وراقي بيهذب الروح وبيرقي الإحساس وبيخلينا كده أجمل وأرقى وأهدى ونحب الدنيا ومقبلين عليها. ياريت لو بتحبوا تسمعوا موسيقى وهوايتكم هي العزف، تنموا الهواية دي وما تهملوهاش أبدا وتهتموا بيها. ممكن تبقوا مؤلفين موسيقيين كبار ومشهورين زي مثلا الفنان الكبير عمر الشريعي الله يرحمه، الفنان الكبير عمر خيرت، الفنان الكبير هاني شنودة، وأهمهم طبعا الفنان الكبير فنان الشعب سيد درويش. يا سلام لو حد فيكم طلع كده زيهم، قد إيه بقى ممكن يأثر بالموسيقى بتاعته في أجيال كتير جاية.